كمان لانه دانيدا عياش هي اللي عملت لك اياه، فهي عم تحضر كمان لاطلاق نيو كوليكشن صيفيه بعنوان بريا، مستوحاه من اجواء الصيف والبحر. قبل يومين نشرت صفحه البوتيك الخاص بدانيدا عياش على الانستغرام التيزر الخاص بالكوليكشن الجديد. نحن قابلنا دانيدا ببيروت بكواليس تصوير فوتوشوت الخاص بهالكوليكشن وخبرتنا عن تفاصيلها. اشتقنا لك. انا بالاكثر. نحن بنرافقك دائما، هيك بنشوفك من كولكشن لكولكشن. مزبوط، وانا كثير اليوم مبسوطه انكم معي. وبرايا كوليكشن رح تكون مجموعه مختلفه عن كل شيء صممته داليدا سابقا. مزبوط، هيدي اول مره بكون عم بطلق بيتش وير كوليكشن، اطلقت عليها اسم برايا اللي هي معناتها بيتش بالبرتغيز. بتعرفي ندى، من ورا هيدي الشتويه القاسيه اشتقت للبحر، اشتقت للشمس، فكان عبالي هيك كوليكشن لايت تكون مريحه، فيري فريش، تكون ايزي تو وير، فمن هون طلعت الفكره. وبتتالف هالكوليكشن من 10 قطع بميزه تفاصيل تروبيكال والبسيطه بالوقت نفسه، إن كان بالقصة، الديزاين أو الألوان اللي اعتمدتها. الألوان متعددة بين الأبيض، الأزرق، الأخضر واللي هي مام أند دوتر. نوت يت، بتعرفي من وقت اللي صار عندي أيانا الكل بيطلب مني، بس هيك ناطرة لحتى أخذ وقتي فيها، بس إن شاء الله قريبا. وهذا مو الكوليكشن الوحيد اللي اشتغلت عليه دليدا هالفترة، فقريبا رح تطلق كمان ريدي تو وير كوليكشن لهالموسم، وخبرتنا شوي عنه. ألوانها كتير فرحة، ألوانها كتير صيفية، إتس بيت فلاشي، شوي جديدة الألوان على دليدا عياش، بس يلا إن شاء الله بتترقبوها قريبا عبر MBC. خبريني رامي، شايفة الكوليكشن؟ أكيد لكي رامي بيشوف كل السامبلز أول ما بيطلع معي ديزاين دغري بفرجيها. يعطي رأيه كمان؟ أكيد لكي رامي perfectionist، فرأيه كتير بيعني لي، يعني أول ما يطلع معي أي تصميم دغري هيك منتشارك، ورأيه كتير كتير بيعني لي. وبما أنه عم نحكي عن رامي، فكشفت أن داليدا خبر حصري لجمهوره. عم بحضر شي جديد هلأ رامي، أغاني كتير كتير في الكولكشن، وأنت بتسمعي له أول شي الأغاني؟ في أشياء كتير حلوة كتير، إن شاء الله هيك بيطلق في غنية جديدة كتير حلوة صيفية إن شاء الله بيطلق قريبا. يلا دندنيلنا اياها. لا لا لا. بتغني بالبيت مع رام؟ لا مع رام ما بسترجع غني، لا ابدا. لا بشجعك مثلا بقول لك سمعيني شيء. صوتي مش حلو. لا على عكس ابنها ارام اللي صار واضح انه ورث موهبه والده. عندي أرام صوته كتير حلو مثل رامي، وكتير بحب الأغاني، وكتير سميع، يعني من عمر صغير هيك سميع أرام، يعني واضح ميوله للفن، بس مثل ما الله بيريد.